تواصل السلطات النيبالية عمليات البحث عن نحو 40 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين إثر وقوع عاصفة ثلجية في منطقة أنابورنا الجبلية بجبال الهيمالايا. السلطات التي أنقذت ما يقرب من 400 شخص خلال الأيام الخمسة الماضية لجأت إلى السكان المحليين للمساعدة في عمليات البحث. ليست المشكلة في تضاريس المكان، الأمر يتعلق بالطقس وسمك الثلوج، وهو ما يعرقل في الأساس تحركاتنا. تحسن الطقس أمس حيث توقف هطول الثلوج، لكن هناك رياح قوية، وبالتالي الأمر يتعلق بالثلوج والرياح، فكلما وجدت رياح قوية أصبح استخدام المروحيات عسيرا. وأودت العاصفة الثلجية بحياة 39 شخصا على الأقل، بينهم 19 سائحا أجنبيا. بعض السائحين الذين نجوا من الكارثة تحدثوا عن تجربة مريرة خاضوها عندما حاصرتهم الثلوج، مثل هذا السائح الإسرائيلي الذي عاد للتو إلى بلاده. بقيت في العراء ليلتين، الليلة الأولى كنت مدفونا تماما تحت الثلج لمدة 15 أو 16 ساعة، أما الليلة الثانية فكنت في العراء مكشوفا حتى جاء المنقذون وحملوني. مسؤولون محليون في نيبال تحدثوا عن تضاؤل الآمال في العثور على ناجين جدد مع دخول عمليات البحث في مرحلتها الأخيرة.